تجديد بيتسو موسيماني. كان في شكو وفي غضب من بيتسو موسيماني في مباراه بالميراس، والغضب كان عند الكل. يا نسيت اشكر الكابتن حسن حمد، القيمه الكبير والحاج جمال الجرح اللي بيروح ورا الفرقه في كلها. تجديد موسيماني كان في حاله من الغضب الجماهيري تجاه بيتسو موسيماني، وحاله من الغضب في مجلس الاداره تجاه بيتسو موسيماني معروف، وكابتن شوبير طلع قال الكلام ده، وكان كل ده قدامنا في الملعب، انه ما لعبش بشخصيه النادي الاهلي قدام بالميراس ودافع زياده عن اللازم واحترم بالميراس زياده عن اللازم. لكن لما تشوف النهارده بالميراس وتشيلسي وهم رايحين لوقت اضافي وفوز تشيلسي 2-1، تقول هو يعني ايه خايف يفتح لا يشيل كتير. مهم، والكلام اللي قالته مويرا موسيماني حوالين انها يعني قالوا شروطهم وطلباتهم. عاوز اقول على حاجه، وخدوا بالكم من الكلام ده، الراجل ده بيجي في المباريات الصعبه ويبدع، وفي المباريات السهله تحس انه ما بيذاكرش. يعني يجي لك النهارده في مباراه زي دي قدام الهلال السعودي تحس ان هو عصر دماغه وقعد مع المحللين وركز بقوه عشان انه يكسب الهلال السعودي، فتلاقيه من اول مباراه ضاغط، وتلاقي عامل تشكيلته محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم معلول ومحمد هاني حمدي فتحي والسليه وديانج محمد شريف واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، وتحس ان دي فرقه جديده ولاعيبه جديده. طاهر محمد طاهر النهارده كان عالمي، احمد عبد القادر كان عالمي، محمد شريف رغم انه ما سجلش تحركاته كانت قويه وكان فاعل على المرمى وله فرصه اللي هو اتقص فيها من ورا دي، ويعني مش عايز اقول لك. عمرو السليه فايق ورايق وظهر بادائه الرائع وتسديداته الصاروخيه وسجل. ديانج النهارده كله لمسه ولعبه لمسه ولعبه، وقدم مباراه تحس النادي الاهلي ده فرقه برازيليه جميله جدا جدا جدا. فالفكره حوالين ان تجديد موسيماني، الكابتن محمود الخطيب متمسك باستمرار موسيماني. الكابتن خدوا بس اللي هقوله لكم ده ما كلام نهائي، الكابتن محمود الخطيب متمسك باستمرار موسيماني. الكابتن محمود الخطيب رافض دفع اي عموله لمويرا موسيماني، هي طالبه 550 الف دولار ونزلتهم ل 350. المبدا نفسه في الاهلي مرفوض، قال لك المدرب عندنا واحنا ايه هنمدد عقده مش هنجدد، يجدد يبقى نادي الموسم، فاحنا بنمدد وبنغير له عقد، فده مرفوض. حاجه ثانيه، توقف العرض المال للنادي الاهلي عند 160 الف دولار، الكلام اللي انا قلته لكم قبل كده ماشي الحال. هم طالبين 180 بدون المساعدين، الاهلي بيقول لا 160 بالمساعدين ماشي. فالاهلي ما عندوش مشكله، لكن الاهلي زعلان من ايه بقى، او اداره الاهلي زعلان من ايه؟ من اللوكلوك الكتير، من مستر بيتسو موسيماني ومويرا موسيماني في تفاصيل التجديد. سواء الراجل لما طلع في كاس الرابطه وقال لك قبل البطوله والحكايه والروايه وكلام من ده، لما شاف العين الحمراء من الكابتن محمود الخطيب هنا بعد مباراه بالميراس، شوفوا النهارده بيقول ايه، شوف فرحته النهارده وهو ملفوف بعالم جنوب افريقيا، هو بيصنع مجد كبير مع النادي الاهلي. هيروح قطر، هيروح اي حته، عنده عرض من قطر قوي ماشي، هيبقى شهرين ثلاثه وهيتنسي. مش هيجي المعترك ده، مش هيجي المعترك العالمي ده، هيجي فين؟ مره كل قد ايه؟ النهارده تاريخ بيتكتب له في افريقيا وفي العالم كله، بألقاب بيحصل عليها هو مع النادي الاهلي. فبالتالي الاهلي رافض حته العموله، رافض ان يبقى في ضغط عليه، رافض تسريب المعلومات، رافض الضغط الاعلامي عليه، لكنه متمسك بالراجل وعاوز الراجل. مفيش كلام انه هيمشي، خد بس مني، كل الناس عماله تكتب انه هيمشي ماشي، لكن لو هو زود، لو هو زود او هي زودت الامور، ممكن النادي الاهلي خلاص نهايتنا نهايه العقد وبالسلام ماشي. انا بقول لكم الحقيقه والواقع اللي انا شايفه قدامي من خلال المعايشه على مدار اكتر من 10 ايام مع بعثه النادي الاهلي هنا، والحوار مع مجلس الاداره، والحوار مع الدنيا بحالها وكل حاجه. فالنادي الاهلي عاوز موسيماني وعاوزه يكمل، وعقل الراجل، وبيقول لك في المباريات الكبيره بيبقى. طب يهنج ليه في المباريات الصغيره؟ بيستهتر بيها يا سيدي، بيستهتر بيها، بيستهتر بيها. عنده اخطاء، عنده اخطاء، ومين المدرب اللي ما عندوش اخطاء؟ هو جارديم ده اللي ماسك الهلال السعودي بالعناصر اللي معاه دي يترقع النهارده 4 مع الرقفه؟ هو جارديم ده اعداده للعيبه ذهنيا النهارده يخشوا كله ضرب 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 طردين، والثالث الراجل قال لك بلاش بقى عشان البطوله الموضوع ما يبص. واخد 2 برونزيه عالم، واخد 2 دوري ابطال افريقيا، واخد 2 سوبر افريقيا. الاهلي متمسك بيه يا باشا وعاوزه، بس بشروطه ومش بضغوط من الاخرين.
ومش بضغوط من الاخرين. وهقول لك انا خلال ايام هتسمع تجديد موسيماني بالتقارب، كل الامور بتتحل وهيمضي سنتين يبقى عنده استقرار فني ونفسي وكل حاجه. ايه القضيه يعني؟ فبالتالي مستر بيتسو موسيماني هيجدد مع النادي الاهلي، مفيش كلام اصلا عن الغضب وفسخ تعاقده وانهاء العلاقه. خد بقى المفاجاه، بيتسو موسيماني يطلب ضم حارس مرمى في الصيف. ضم حارس مرمى في الصيف ده موضوع ما فيهوش جدال. وفاكرين زمان في الصيف لما قلت لكم ان محمد الشناوي مطلوب في النصر السعودي؟ الاعلاميين السعوديين هنا اكدوا لي عليه وقالوا عايزين وما زال عايزين ومحتاجين حارس في امكانيات محمد الشناوي او محمد ابو جبل. محمد الشناوي او محمد ابو جبل. يا جماعه احنا بشر، من حق موسيماني يحس بنفسه مع الانجازات اللي بيعملها، لكن وفي نفس الوقت الاهلي بيقدره، والاستقرار شيء كويس وحفظ الدنيا وبقى منك، فما فيش حاجه اسمها نلطش فيه. بالعكس، وبعدين احنا متفقين على حاجه، اللي يقولوا كابتن الخطيب احنا بندعمه ونسنده، مش احنا متفقين على المبدا ده؟ والاداره اعلم، فبلاش ان احنا نصدمه. وبعدين ايه اثبت الايام ايه نجاح رؤيه الكابتن الخطيب معاه، فالراجل عاوز حارس مرمى. انا بقول لك اهو، بقول لك عاوز حارس مرمى، والاهلي هيشتغل على ضم حارس مرمى، وانا هواليك بالموضوع. الاهلي عاوز حارس مرمى والراجل طلب حارس مرمى. ليه؟ التجربه الحاليه مش مخليه مطمن، ولسه قدام الشناوي اسبوعين، وبيرستا قدامه اسبوعين، وبرده من ضمن الكلام اللي الاداره زعلانه منه وبلغته الموسيماني موضوع الاصابات العضليه الكتير واخصاء التاهيل. فالفكره ان انت مدرب كويس، لكن عندنا ملاحظات، وده اللي احنا عايزينه، ان ما يبقاش في استقلال بقرار، بالعكس يبقى في هات وخد، في احترام وفي تقدير، الاهلي يقدره وارد بقى، والاهلي بيطالب برضه انه يتحط مساعد تاني معاه، عشان ما ينفعش يشتغل هو وسام قمصان بس. ما ينفعش، لازم يبقى معاه حد تاني شغال، هو برضه اللي يختاره، الاهلي ما بيفرضش عليه حد ولا بيجبره على حد. ماشي الحال؟ فموسيماني مكمل، لا صحه لما يتردد حوالين ان هو سيتم اقالته او ابعاده عن النادي الاهلي، بالعكس في كل التقدير وكل الاحترام له وكل المحبه له وكل التقدير لانجازاته. اسمع بس، من الاهلي يقدر بيتسو موسيماني، مش ماشي، مش هيمشي. خلي بالك من حاجه، قرصوا على ميكاسوني كمان، هو نفسه اللي قرص على ميكاسوني. فين مستواك وفين ادائك؟ ولو قدامك فرصه لو ما شدتش حيلك هتمشي اخر السنه. انا بقول لك معلومات، انا بقول لك معلومات. فهتلاقي ميكاسوني ده بيفحر عشان يثبت نفسه. ربنا بس يكفيهم شر الاصابات، ربنا يكفيهم شر الاصابات. طيب